أمي تتعاطى السحر، وقد شاهدت تواصلها مع الجن حيث أنهم يتكلمون بلسانها، ولقد ألححت عليها بالنصيحة ولكنها تبرأت من دين الإسلام. وتفاقم الأمر إلى أن قد ابتلينا بالجن أنا وبعض إخوتي، فهل آثم إن قاطعتها خوفا من أذاها؟ نعم، ابتعدوا عنها وجنبوا أولادكم أيضا الاجتماع معها إلى أن تتوب أو تهلكوا تسلمون منها. احذروا من شرها واحذروا من فتيا. نعم، ولكن أحسنوا إليها، مع هذا أحسنوا إليها بالطعام والكسوة والشراب والمسكن، أحسنوا إليها مع الابتعاد عن التأثر بها. نعم.